اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413035391. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1990 مستعملة للبيع في مصر. لكل واحد بيدور على عربية تكون رخيصة في السعر، العربية اللي معانا النهاردة حالتها كويسة وكمان رخيصة في السعر. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه شيفورليه دبابه موديل العربيه 1990. العربيه رش خارجي، دواخل العربيه فابريكا بدون جرام بويه واحد. العربيه فيها كاوتش حالته 80%. العربيه فيها بطاريه جديده. العربيه مرور ملاوي المنيا، فيها رخصه لشهر 5/2022. العربيه فيها كورونا فيتيس تويوتا وكورونا سريعة ميتسوبيشي. العربية فيها بطارية زي ما قلت لحضراتكم جديدة في الضمان. العربية مش عايزة جنيه مصروف. سعر عربية شيفورليه ربع نقل موديل العربية 1990 سعرها 60,000 جنيه، والسعر قابل للتفاوض. سعرها 60,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. لو حضرتك عايز تشتري العربية هتتواصل مع صاحبها، ولكن قبل ما اقول لحضراتكم على الرقم، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الثلاث الموافق 12/4/2022، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لان غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1990 هيكون على الرقم 011-41-21-06-03. الرقم مرة تانية 011-41-10-06-03. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.